مساء الخير عليكم، نرحب بكل مشاهدين قناة جوهرة نوال. أنا في الغردقة مصر، يعني بلد اللي نحبوه بزاف، وعندنا معنا شيف كبير مختص في الباتيسري كما يقولوا هما الحلواني، اللي هو الشيف ياسر. نرحب بك شيف ياسر. أهلا وسهلا بك شيف نوال، ومرحب بك في الغردقة ومن مصر بالأخص، وأنا سعيد جدا بلقائي مع حضرتك. شيف ياسر، على بالي باللي عندك ما شاء الله في هذا المجال ومختص فيه، وعندك معلومات كثيرة وكبيرة اللي تفيد الجميع اللي راهم في هذا الميدان اللي هو الباتيسري. حبيت نعرف السكر اللي هو تريمولين، اللي دائما عنده فوائد بزاف يعني كثيرة، وهذا السكر هو جديد على مجال الطبخ ومجال الحلويات. أنا متشكر جدا شيف نوال على المقدمة الحلوة ديت. سكر الانفيرت هو ده المعروف، أو التريمولين المشهور باسم الانفيرت. السكر ده بالفعل هو نوع من أنواع السكر اللي إن شاء الله المطبخ الحديث المفروض إن هو يشتغل بيها، لأن أصلا سكر الانفيرت ليه جوب ديسكريبشن أو مهام وظيفية مهمة جدا بالنسبة للمنتجات اللي تخص الحلواني، وبالأخص كمان في الآيس كريم. نبتدي الأول بالحلواني. هو سكر الانفيرت أو التريمولين هو سكر ما بيتبلورش في استخداماته على النار، ده صفة من صفاته. ومن صفاته الكويسة برضو إنه هو بيعمل احتباس للمية داخل المنتج، ده بيساعد المنتج على إنه هو يعيش فترة طويلة داخل التلاجات العرض بالنسبة لتلاجات العرض الحلواني أو داخل الفريزر. وهو أصلا كمان من مهام الوظيفية إنه هو بيحافظ على عدم تكوين البكتيريا داخل المنتج نفسه. ده بالنسبة للديزرت أو الباتيسيري. وفي معلومة مهمة كمان، هو كمان بيستخدم في تصنيع الآيس كريم، بس وجوده في الآيس كريم ما يقلش أهمية عن وجوده في الباتيسيري، لأن وجوده في الآيس كريم هو بيمنع عملية بلورة سكر اللاكتوز، اللي كلنا عارفين إن اللبن فيه نسبة سكر، واسم السكر اللي موجود في اللبن هو اسمه لاكتوز. فإحنا بنضيف الانفيرت للآيس كريم عشان يمنع بلورة سكر اللاكتوز داخل الفريزر. يعني زي مثلا في ناس كتير جدا بيصنعوا الايس كريم في البيت، فبيجي يقول لك الايس كريم كون تلج وفي زي كريستالات سكر موجوده لما بيجي يعملوا يصنعوه في البيت. ده علشان هم ما اضافوش سكر الانفيرت. سكر الانفيرت من المهام الوظيفيه بتاعته في تصنيع الايس كريم هو بيمنع بلوره سكر اللاكتوز اللي موجود في اللبن اللي احنا بنصنع منه الايس كريم. ومش بس وكده، بيدي رطوبة للآيس كريم وبيحافظ على عمر المنتج الآيس كريم، وغير كده كمان بيدي ملمس ناعم جدا داخل الفم. عشان كده احنا لما بنيجي ناكل آيس كريم ما بنحسش ان احنا بناكل حاجة خشنة، حاجة مش عارف ايه. لما بنيجي ناكل الآيس كريم ونحطه في بقنا بنلاقيه بيدوب. ده جزء من المهام الوظيفية اللي بيقوم بها سكر الانفيرت او سكر التريمولين. شكرا شيف ياسر، معلومات مفيدة على السكر اللي هو تريمولين معروف بهذا الاسم، والدور تاعو انه يمد هذيك لا تيكستور تكون ليس بنينة وتحافظ على لا باتيسري وعلى لي غلاس مدة اطول. انا اعطيت لكم اليوم فكرة على اسم السكر جديد اللي راهو حاليا في المقاييس العالمية اللي يستعملوه في لا باتيسري، لكن اذا حبيتوا تعرفوا باش نخدموه لان ممكن تخدموه في البيت، انتظرونا في الحلقة اللي راهي جاية مع الشيف ياسر باش يعطيكم الوصفة كاملة.